اهلا بكم طلبه الثانيه اعدادي في درس جديد من دروس الخلفاء الراشدين. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن الدرس الثالث بعنوان خلافه عثمان بن عفان رضي الله عنه. تعالوا مع بعض نشوف احداث الدرس والمعلومات اللي هنعرفها في الدرس ده. اهلا بكم طلبه الثانيه اعدادي. زي ما قلنا ان شاء الله النهارده هنتكلم على خلافه عثمان بن عفان رضي الله عنه. تعالوا مع بعض نعرف مين هو سيدنا عثمان بن عفان. سيدنا عثمان هو من العشرة المبشرين بالجنة وثالث الخلفاء الراشدين، يبقى هو اللي تولى الخلافة بعد سيدنا عمر بن الخطاب. اسمه هو عثمان بن عفان بن أبي العاص القرشي الأموي. سيدنا عثمان ولد بمكة في السنة الخامسة بعد عام الفيل، يبقى ولد بعد ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم بخمس سنوات. طيب تعالوا نعرف بعض المعلومات عن حياة سيدنا عثمان رضي الله عنه. سيدنا عثمان يا شباب كان رجل كريم الخلق ذا حياء، كان رجل كريم وكرم غزير، يحب الحق، ولذلك لم يتردد أبو بكر الصديق في أن يعرض عليه الإسلام. يبقى لو جه قال لك في سؤال في الامتحان من هو أو لمن تنسب الأعمال، عرض الإسلام على سيدنا عثمان بن عفان أبو بكر الصديق، فلم يتردد أبو بكر في عرض الدين الإسلامي على سيدنا عثمان لما عرف عنه من حب الحق. سيدنا عثمان اشترك مع الرسول في كل الغزوات ما عدا غزوة بدر. لو جه قال لي بما تفسر أقول له لمرض زوجته. يبقى سيدنا عثمان اشترك مع في كل غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم ما عدا غزوة بدر. لو قال لي بما تفسر هقول له لمرض زوجته. زوجته دي يا شباب اللي هي زوجة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، عشان سيدنا عثمان بن عفان كان يطلق او يلقب بذي النورين، عشان تزوج بنتين من بنات الرسول صلى الله عليه وسلم. اتجوز السيدة رقية بنت الرسول، وعندما توفيت تزوج ابنته الثانية أم كلثوم، لذلك لقب سيدنا عثمان بن عفان بذي النورين. يبقى اشترك في كل الغزوات ما عدا غزوة بدر لمرض زوجته. سيدنا عثمان كان رجل غني وأنفق الكثير من أمواله على تجهيز الجيوش المسلمين زي ما حدث في غزوة تبوك. نخلي بالنا من الأسماء. يبقى اشترك في كل الغزوات ما عدا غزوة بدر، وذلك لسبب مرض زوجته. وأنفق الكثير من أمواله على تجهيز الجيوش زي ما احنا شايفين قدامنا كده، كما حدث في غزوة تبوك. هو اللي كان مجهز الجيش، صارف على الجيش. طيب تعالوا نتكلم بقى عن كرم سيدنا عثمان بن عفان. بيقول لي يا شباب عندما تعرض المسلمون في زمن أبو بكر لقحط شديد، يعني المطر منزلش ومفيش زرع ومفيش أكل، وفي أثناء ذلك أتت قافلة لعثمان بن عفان محملة بالبضائع. سيدنا عثمان كان تاجر شاطر، والتجار في المدينة عارفين شطارة سيدنا عثمان، فقرروا أن هم يشتروا منه الإيه؟ القافلة دي. فقالوا التجار بتوع المدينة قالوا لسيدنا عثمان نشتري منك القافلة ونزيدك العشر دنانير اتنين، يعني الحاجة اللي انت مشتريها بعشر دنانير احنا هنشتريها منك باتناشر، هنزود على العشرة اتنين. فسيدنا عثمان قال لهم قد زادني، لا في حد زود. فقالوا له خلاص هنزيدك على العشرة خمسة، اللي انت مشتريه بعشرة احنا هنشتري منك بخمستاشر. قال لهم راح سيدنا عثمان قال لهم قد زادني. فالتجار قالوا له من ذا الذي زادك ونحن تجار المدينة؟ مين يا عثمان اللي زودك وكل تجار المدينة موجودين هنا؟ فكان رد سيدنا عثمان قد زادني العشرة بعشرة، إن الله زادني العشرة بعشرة ووهبها كلها الفقراء المدينة. قصد سيدنا عثمان هنا إن ربنا سبحانه وتعالى بيجازي المؤمن الحسنة بعشر أمثالها، وتبرع ووهب القافلة كلها لفقراء المسلمين في المدينة. خلاص، وده كان طبعا كرم شديد جدا ويدل على كرم سيدنا عثمان ابن عفان. طيب توليه الخلافة ازاي بقى سيدنا عثمان مسك الخلافة؟ سيدنا عمر رضي الله عنه بعد ما بلؤلؤ المجوسي طعنه وهو على فراش الموت، جعل الأمر من بعد شورى بين ستة من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. سيدنا عمر اختار ستة من أصحاب الرسول من بينهم عثمان بن عفان، وقال لهم إيه؟ قال لهم أحضروا عبد الله بن عمر، أحضروا عبد الله ابني.
في المشورة يقعد معاكم علشان يختار الخليفة، ولكنه ليس له من الأمر شيئا. يعني إيه ليس له من الأمر شيئا؟ يعني ما ينفعش يرشح نفسه. طب ليه؟ قال لي عشان لو ابن عبد الله رشح نفسه والناس اختارته كده ممكن يتقال ان اصبح الامر ايه، مش خلافة بقى مشورة، لا ده اصبح وراثة، اصبحت ملكية. فقال لهم عبد الله ابن عمر ابني يحضر معاكم في المشورة ولكنه ليس له من الامر شيئا. وفعلا اجتمع الصحابة وبدأ بعضهم يتنازل عن حقه في الترشح، كل واحد يتنازل لفلان، انا بتنازل من عن ترشحي لعثمان. وقعد الناس الستة اللي موجودين كل واحد يتنازل عن الخلافة لحد ما استقر الأمر على اختيار عثمان ابن عفان خليفة للمسلمين، وبايعه المسلمون فين؟ في المسجد. يبقى عرفنا ازاي سيدنا عثمان اصبح خليفة. يبقى سيدنا عمر جعل الامر شورى بين ستة من اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وقال لهم احضروا عبد الله بن عمر ولكنه ليس لهم من الامر شيئا، فاختار المسلمون مين؟ عثمان ابن عفان، وبايعوا المسلمون فين؟ في المسجد. طيب بدأ بقى سيدنا عثمان خلافته يا شباب بتذكير الناس بالاقبال على الاخرة والزهد في الدنيا، وبدأ بنفسه فكان ينفق على الناس ويطعمهم ويأكل هو الزيت والخل. ايه ده للدرجة دي؟ ما هو دلوقتي اصبح خليفة مسؤول عن المسلمين، مسؤول ان الاشخاص دول او المسلمين دول الرجال والنساء والاطفال هم اللي ايه، هم اللي يأكلوا. فبدأ الناس يشعرون في خلافته بالامن والايه والاستقرار. طيب تعالوا نشوف مع بعض اهم اعمال سيدنا عثمان بن عفان. اول حاجة كتابة القرآن في مصحف واحد، رقم 2 انشاء البحرية الاسلامية، رقم 3 الفتوحات الاسلامية. طب تعالوا بقى نتكلم كده عليهم بشيء من التفصيل. اول حاجة كتابة القرآن في مصحف واحد. سيدنا عثمان بن عفان امر زيد بن ثابت، خلي بالنا من الاسماء علشان السؤال اللي بيجي لنا في الامتحان عن الشخصيات. يبقى سيدنا عثمان بن عفان امر مين؟ زيد ابن ثابت وبعض الصحابة بكتابة القرآن الكريم في مصحف واحد، وقام بتوزيعه على كل البلاد الإسلامية. طب هيجي هنا سؤال ويقول لي بما تفسر ليه سيدنا عثمان عمل كده؟ الإجابة يا شباب هقول له حتى تتوحد قراءة القرآن في كل قبائل العرب والبلاد المفتوحة، فكانت من أعظم أعماله. يبقى ليه سيدنا عثمان أمر إن القرآن كله يكتب في مصحف واحد؟ أمال هو كده كان مكتوب يا شباب، بس كان بيكتب بقى على جريد النخل والجلد الماعز. لما جه بقى سيدنا عثمان بن عفان لقى ان في اختلافات في القراءات، عشان في ناس من غير العرب بيخشوا في الدين الاسلامي، فلقى في اختلافات، فالاختلافات دي هتعمل مشكله، فامر بكتابه القران في مصحف واحد، وبقت كل المصاحف اللي متوزعه في كل الدول الاسلاميه وكل البلاد الاسلاميه هي نفس المصحف. يبقى هقول له حتى تتوحد قراءه القران في كل قبائل الايه العرب والبلاد الايه المفتوحه. طيب تاني حاجه هي انشاء البحريه الاسلاميه. الدولة الإسلامية بعد الفتوحات اللي حدثت في عهد الخلفاء المختلفين من أول سيدنا أبو بكر، أصبح الدولة الإسلامية بتطل على بحار، زي مثلا عند مصر وبلاد الشام بتطل على البحر الأحمر والبحر المتوسط، فأصبح ممكن إن البحر ده يمثل تهديد إن الدولة بقى الإمبراطورية الرومانية تهجم على الدولة الإسلامية من خلال البحر. فأراد سيدنا عثمان بن عفان أن يؤمن حدود الدولة من ناحية البحر، فتم فعلا في عهده انشاء اول اسطول بحري اسلامي. كلمة اسطول يا شباب هي طبعا مجموعة من السفن، بس هنا طبعا السفن دي مجهزة للحرب، فعشان كده بيقول عليها اسطول بحري ايه حربي. طيب اللي حصل، امر سيدنا عثمان بن عفان كلا من معاوية بن ابي سفيان، ده كان والي الشام، وعبد الله بن السعد بن ابي الصرح والي مصر، الاثنين دول هيتعاونوا فيما بينهم، هما الاثنين يشتركوا مع بعض ويوفروا كل الامكانيات اللازمه علشان يبنوا الاسطول الاسلامي. طب هيقول لي بما تفسر ليه سيدنا عثمان عايز يبني الاسطول اللي جاب زي ما احنا قلنا؟ لصد هجمات الروم على سواحل مصر بقى وبلاد الشام، وبذلك امن حدود الدوله الاسلاميه من ناحيه البر والبحر. يبقى تاني حاجه حد عملها سيدنا عثمان بن عفان هي انشاء البحريه الإسلامية.
طبعا تالت حاجة هي الفتوحات الإسلامية اللي حدثت في عهد سيدنا عثمان بن عفان. عندي يا شباب فتح جزيرة قبرص 28 هجريا، فتح أرمينيا وإفريقيا اللي هي تونس حاليا وبلاد النوبة، وعندي طبعا موقعة ذات الصواري. طيب طبعا الخريطة دي بتوضح أهم الفتوحات الإسلامية. أنا عندي هنا يا شباب أدي أرمينيا هي في الشمال، تمام، وأدي جزيرة قبرص، وعندي طبعا أدي بلاد النوبة خلاص، وادي الجزء بتاع افريقيا اللي هي تونس. يبقى دي الاجزاء اللي تم فتحها في عهد سيدنا عثمان ابن عفان. طب نبص كده الجدول اللي قدامنا ده. اول حاجة فتح ارمينيا، بيقول لي صدر امر من الخليفة عثمان ابن عفان الى معاوية ابن ابي سفيان ده والي الشام بفتح ارمينيا عشان يروح يفتح ارمينيا. فامر معاوية، مين بقى؟ مش معاوية هو اللي راح، يبقى سيدنا عثمان بن عفان ادى الامر لمعاوية بن ابي سفيان لان هو والي الشام وقرب حد الارمينيا. فمعاوية بن ابي سفيان ارسل جيش بقيادة مين؟ حبيب بن مسيلمة بفتحها، وفعلا تم فتحها عام 25 هجريا. يبقى ده فتح ارمينيا. طب فتح جزيرة قبرص برضو بأمر من الخليفة عثمان بن عفان، قام بقى معاوية بن أبي سفيان بفتح جزيرة قبرص. طب ليه؟ دي جزيرة صغيرة. علشان الروم كانوا واخدين الجزيرة دي مركز ليهم وبيهجموا على سواحل مصر وبلاد الشام، فأراد عثمان بن عفان وقف هجمات الروم على سواحل مصر وبلاد الشام. فلما المسلمين يسيطروا على الجزيرة دي أنا كده بمنع هجمات الروم على سواحل مصر وبلاد الشام. يبقى نركز عشان لو جات لي في سؤال بما تفسر. طب تالت حاجة فتح افريقيا اللي هي تونس. استطاع بقى هنا عبد الله بن سعد ابن ابي الصرح هنا والي مصر انه يفتح افريقيا تونس عام 28 هجريا. وايضا استطاع عبد الله بن سعد ابن ابي الصرح والي مصر ايضا فتح النوبة عام 31 هجريا. اركز في الشخصيات وركز في الاسامي علشان السؤال اللي بيجي لنا في الايه؟ في الامتحان. تعالوا مع بعض بقى يا شباب بقى نتكلم على معركة موقعة ذات الصواري. الجدول اللي قدامنا ده بيوضح لنا كل حاجة عن الموقعة. أول حاجة طبعا العام، موقعة ذات الصواري يا شباب كانت عام 34 هجريا. الطرفان مين ضد مين؟ قال الأسطول الإسلامي وأسطول الروم. يبقى هنا المعركة دي أو الموقعة دي موقعة بحرية بين الأسطولين، الأسطول الإسلامي وأسطول الروم. طب لما يجي يقول لي بما تفسر قيام موقعة ذات الصواري؟ إرسال الروم جيشا بحريا بلغ عدده 500 سفينة لمحاربة المسلمين. الأحداث، أول ما عرف سيدنا عثمان بن عفان بأمر الأسطول الروم طلب من معاوية بن أبي سفيان بالتوجه إلى الروم إلى إيه؟ إلى قتالهم. طبعا معاوية والي الشام، فمعاوية طلب من عبد الله بن سعد بن أبي الصرح والي مصر إن هو اللي يتوجه إليهم لمحاربتهم. وفعلا دارت معركة شديدة في عرض البحر، في البحر بين الأسطول المسلمين وأسطول الروم. طب لما يجي يقول لي النتائج المترتبة على موقعة ذات الصواري، أقول له أول حاجة انتصار المسلمين، اثنين تدمير أسطول الروم وقتل الآلاف منهم. خلي بالكوا يا شباب الموقعة دي سميت بذات الصواري. الصواري هنا جمع اللي هو الساري اللي هو العمود بتاع المركب اللي بيبقى فيه الشراع، وسميت بذات الصواري كناية عن كثرة السفن اللي اشتركت في المعركة دي. يبقى دي موقعة ذات الصواري، وهنا طبعا ظهر دور الأسطول الإسلامي اللي أمر ببنائه سيدنا عثمان ابن عفان. طيب آخر حاجة عندي هي استشهاد عثمان ابن عفان. بيقول لي يا شباب بقى بدأ تحرك داخلي جديد بيهدف إلى إثارة الفتنة بين المسلمين. في راجل يهودي اسمه عبد الله بن سبأ. اسمه ايه؟ عبد الله بن سبأ. الراجل ده دخل الإسلام وهو حاقد، يعني عمل نفسه مسلم علشان يبقى موجود وسط المسلمين ويقدر يعمل فتنة ومشاكل بين المسلمين. وانضم إليه المنافقين، الناس اللي هي متضايقة من الدين الإسلامي، وفضل يوجهوا التهم لسيدنا عثمان ابن عفان وطلبوا بعزله إن هو يسيب الإيه؟ إن هو يسيب الخلافة. ولكن سيدنا عثمان رفض طبعا، فراحوا حصروا سيدنا عثمان وهو في بيته وقتلوه وهو يرتل القرآن وهو بيقرأ القرآن، فصعدت روحه الطاهرة إلى ربها
وهنا طبعا بينتهي فترة خلافة عثمان ابن عفان عشان تبتدي فترة لشخص آخر أو لصحابية آخر هنتكلم عليه بقى في الدرس اللي جاي، وهو فترة أو خلافة علي ابن أبي طالب إن شاء الله هنتكلم عليها في الدرس القادم.